في العرض الأخير استخدمنا مجموعة من المعادلات الوسيطية أو البارامترية لوصف موقع سيارة تنزل من أعلى منحدر، والمعادلات كانت x كاقتران ل t، وسوف أكتب ذلك x كاقتران ل t كان يساوي 10 على ما أعتقد. لقد فعلت هذا قبل عدة ساعات، لذا أعتقد أن ذلك هو ما قلته، 10 زائد 5 تي، وواي كاقتران لتي كان يساوي 50 ناقص 5 تي تربيع، ويبدو الرسم البياني هكذا. دعوني أعيد رسمه، ليس من السيء القيام بذلك. كان ذلك محور واي، كان ذلك محور إكس، ورأينا أنه على تي يساوي 0، وبإمكاننا أن نجرب تي تساوي 0 هنا، وسوف نحصل على النقطة 10 مع 50. النقطة 10 مع 50 كانت تقع هنا، كان ذلك على تي تساوي 0. ومن ثم قمنا بتعيين عدة نقاط في العرض السابق. أعتقد أن تي تساوي 0 كانت تقع هنا، تي تساوي 2 هنا، وتي تساوي 3 تبدو هكذا. كان ذلك هو مسار السيارة عندما ارتطمت بالأرض. لكن هذه المعادلة الوسيطية في الواقع لا تصف هذا الجزء من المنحنى، إنها تصف منحنى يتجه بكلا الاتجاهين إلى ما لا نهاية. إذن هي تصف منحنى يبدو هكذا. إذا قمت بتعيين تي تساوي ناقص 1، فعلى ماذا نحصل هنا؟ سنحصل على ناقص 5. إذن 10 ناقص 5 يساوي 5. إذا وضعت سالب 1 هنا، فإن هذا يصبح موجب 1. إذن ناقص 1، وبهذا تحصل على 5 مع 45. وإذا وضعت ناقص 2، فسوف تحصل على نقطة تبدو هكذا، وناقص 3 سوف تحصل على نقطة تبدو هكذا. إذن المنحنى جميعه هو الذي تم وصفه عن طريق هذه المعادلة الوسيطية سيبدو هكذا. دعوني أرسمه بلون مختلف، إنه يبدو هكذا. والاتجاه كلما ازدادت قيمة تي سيبدو هكذا، أليس كذلك؟ هذا هو تي يساوي ناقص 3 ناقص 2 ناقص 1 0 1 2، وهكذا دواليك. إذن في المثال الأخير كان المسار عبارة عن مسار فرعي موصوف من خلال هذه المعادلة الوسيطية، وأنا أقول كل هذا لأنه في بعض الأوقات يكون من المفيد أن تربط المعادلة الوسيطية وتقول أن هذا مسار لقيم تي محددة فقط. وفي المثال الذي لدينا كان عندما تركنا هذه النقطة وهي على تي تساوي 0 وصولا إلى عندما نرتطم بالأرض. إذا أردنا أن نعرف تلك الحدود، حسنا، نحن نعرف أول حد هو تي تساوي 0. إذن هذا كان في آخر مثال، ذلك عندما تحدثنا عن السيارة التي تميل عن المنحدر كان بين 0. إذن تي أكبر من أو تساوي 0، ومن ثم علينا أن نجد قيمة تي التي تجعلنا نرتطم بالأرض، أو متى واي تساوي 0، لأنه عندما واي تساوي 0 واي عبارة عن الارتفاع. إذن عندما واي تساوي 0 سنرتطم بالأرض. فإذا قلنا ما هي قيمة تي التي تجعل من واي تساوي 0، نقول أن 0 تساوي 50 ناقص 5 تي تربيع. دعونا نفعل ذلك، 0 تساوي 50 ناقص 5 تي تربيع. لقد أخذت هذا ووضعت واي تساوي 0 لأن ذلك عندما نريد الارتطام بالأرض. نضيف 5 تي تربيع لكلا الجانبين ونحصل على 5 تي تربيع تساوي 50. نقسم كلا الطرفين على 5 فنحصل على تي تربيع تساوي 10. تي تساوي الجذر التربيعي لـ3، وفي الواقع يمكنك أن تقول زائد أو ناقص الجذر التربيعي لـ3، لأن هذا نرتطم بالأرض على تي تساوي الجذر التربيعي الجذر التربيعي لـ10،
لقد وضعت 3 لا شعوريا لأنني قلت مباشرة الجذر التربيعي لعشرة، إن ذلك يساوي 3 وبعض الأعشار. إذن تي تساوي الجذر التربيعي لعشرة، وهو تقريبا يساوي 3. لا أعلم كم يساوي، ربما أنه يجب علي استخراج الآلة الحاسبة، لكن ذلك غير مهم الآن. وفي الواقع إذا أخذنا الجذر التربيعي الموجب والسالب، فإن هذا يكون تي تساوي الجذر التربيعي الموجب للعشرة، يوجد إشارة سالبة هنا، وإذا كان بإمكاننا الرجوع بالوقت فسوف نرتطم بالأرض هنا. لكن تذكروا أنه في المثال الذي لدينا لن نعود بالوقت إلى الوراء. إذا عدنا بالوقت إلى الوراء، أي إلى تي تساوي ناقص واحد، فإننا بذلك نكون على هضبة، ومن ثم سيكون هناك مجموعة مختلفة من المعادلات الوسيطية التي ستصف السيارة عندما يتم قيادتها على الهضبة. فإذا أردنا أن نصف مسار السيارة، يتوجب علينا أن نحيطها ونقول أن ذلك بين أن يكون الزمن 0 وأن يكون الزمن أقل من الجذر التربيعي لعشرة. يجب أن تكون هذه هي المعادلة الوسيطية، هذا كافي. الآن الشيء التالي الذي يعتبر مثيرا للاهتمام هو، كما تعلمون أننا أخذنا هذه المعادلات الوسيطية وعممناها وقلنا كيف ستبدو إذا لم نحددها. إذا لم تكن تلك هي الحالة، بالتالي فإن المعادلة الوسيطية ستبقى تسير هكذا وسيكون لها هذا الاتجاه، ستتحرك في ذلك الاتجاه. لكن هل يمكننا أن نوضح مجموعة المعادلات الوسيطية بصورة معادلة عادية بحيث يكون واي عبارة عن اقتران لإكس، أو أن إكس عبارة عن اقتران لواي؟ دعونا نرى. إذن أبسط شيء نفعله هو أن نعيد كتابتهم لكي ننظف الشاشة. فإذا كان لديك إكس تساوي 10 زائد 5 تي وواي تساوي 50 ناقص 5 تي تربيع، إذا أردنا أن نكتب هذا النظام بصورة معادلة تحتوي على إكس وواي، ما يمكننا فعله هو أنه بإمكاننا أن نجد قيمة تي بدلالة إما إكس أو واي، ومن ثم نعوض مجددا في المعادلة التي لدينا. إذن الأبسط للحل هي المعادلة العلوية لأنها معادلة خطية. إن هذا معقد قليلا، كما تعلمون سيكون لدينا تي الجذر التربيعي لواي وتصبح أكثر تعقيدا، إذا دعونا نستخدم هذا. إذا أردنا أن نجد قيمة تي، إذا دعونا نطرح 10 من كلا الطرفين، سنحصل على إكس ناقص 10 تساوي 5 تي، نقسم كلا الطرفين على 5 فنحصل على إكس تقسيم 5 ناقص 2 يساوي تي. والآن يمكننا أن نأخذ هذا ونعوضه، هذا تي، إذن بإمكاننا أن نأخذ هذا ونعوضه هنا مكان تي، لأننا نقول أن هذا يساوي تي. إذن تصبح المعادلة واي تساوي 50 ناقص 5 مضروبة في إكس تقسيم 5 ناقص 2 مرفوعة للقوة 2. الآن دعونا نبسط هذا، هذا يساوي، اسمحوا لي أن أبدل الألوان، دعونا نرى، 50 ناقص 5 مضروبة في إكس تربيع تقسيم 25 ناقص 4 تقسيم 5x زائد 4، ومن ثم إذا ضربنا، وهذه واي موجودة هنا، إذا نحصل على واي تساوي 50، ودعونا نرى، ناقص 5 تقسيم 25 يساوي ناقص 1 تقسيم 5، إذا ناقص x تربيع تقسيم 5
ناقص 5 ضرب ناقص 4 تقسيم 5 يساوي 4 إكس، من ثم ناقص 5 ضرب 4 يساوي ناقص 20. إننا هنا تقريبا يمكننا أن نجمع 50 مع ناقص 20 ونحصل على y تساوي، إن هذا اللون داكن جدا، y تساوي ناقص x تربيع تقسيم 5 زائد 4 x زائد 30. وانتهينا. أعتقد أنه يمكننا أن نقول أننا قد بسطنا هذه المجموعة من المعادلات الوسيطية إلى معادلة واحدة، بحيث يكون y هو اقتران x، ولهذا ربما أنك تقول لماذا لم نحصل عليها دائما بهذه الطريقة؟ إن هذا أبسط بكثير ويمكننا أن نمثلها بيانيا، وأنت تعلم كيفية التعامل معها، وهي عبارة عن معادلة واحدة فقط تحتوي على X و Y. لا يوجد لدينا هذا المتغير الثالث أي T. ربما أن ذلك جيد إذا أردت أن تعرف شكل المسار إذا أخذت هذه المعادلة، وإذا طلبت منك أن تمثلها بيانيا فستحصل على قطع مكافئ، وسيكون قطع مكافئ مفتوح للأسفل يبدو هكذا. لكن عندما ننتقل من هاتين المعادلتين إلى هذه المعادلة الواحدة ستفقد معلومات. إذا أخبرتك أن هذه تصف مسار شيء ما، أي شيء، ليس بالضرورة أن تكون سيارة، لقد تجاوزنا ذلك، إنها تصف مسار شيء ما، وبهذه المعادلة أنت لا تعلم إذا كان الشيء، هل يسير هذا الشيء بهذا الاتجاه، هل يسير هكذا، أو هل الشيء يسير في الاتجاه الآخر مثل السيارة، هل يسير الشيء بهذا الاتجاه؟ نحن لا نعلم، لأننا لا نعلم كيف يتحرك نسبة إلى الوقت. كذلك إذا أخبرتكم أن هذا كان مسار الشيء، ومن ثم سألتكم أين سيكون الشيء بعد 5 ثواني، فلن تعرفوا، لأن هذا يخبركم الشكل، أين يكون x ذو صلة مع y، أو أين يكون y ذو صلة مع x. إنها لا تخبركم أين سيكون بعد 5 ثواني. إذن لقد فقدنا جميع تلك المعلومات، لقد فقدنا معلومة أن t تساوي 0، هذا t تساوي 1، هذا t تساوي 2، هذا t تساوي 3، هذا تي تساوي الجذر التربيعي لعشرة، ولهذا السبب تعتبر المعادلات الوسيطية مفيدة. لكن على أي حال أردت أن أقوم بحل هذا المثال بالتحديد كي أوضح لكم أنه يمكنكم التعبير عن نفس الشكل بهذه الطريقة، وأيضا لكي أوضح لكم كيفية التعبير عن المعادلة الوسيطية بدلالة إكس وواي. لكن بالنسبة لك لتقدر أيضا أن المعادلات الوسيطية مفيدة، وأنها تحتوي على معلومة لا تحتوي عليها المعادلة الواحدة. على أي حال أراكم في العرض التالي.